ماركاج ديالو بلا ما غيقولها له. فهيم عند سوزا عند عادي فهيم، فهيم غادي يمرر من هناك، هذه محاولة خطيرة، هناك شهاب وسوزا وهدف، هدف ديال الفريق المغربي الفاسي، أخطأ بالجملة في خط دفاع فريق الجيش الملكي. الهدف الثاني ديال اللاعب البرازيلي دو سوزا، فلافيو باروس سوزا، كما قلت أخطأ بالجملة. وتقدم فريق المغرب الفاسي بهدفين مقابل هدف واحد في بداية الجولة الثانية. هنا تيبان نفس السيناريو